جاءت حادثة استهداف المنشاة النفطية السعودية بالقرب من الرياض عبر طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي لتميط لثام عن كثير من فصول الحرب وأبعادها في اليمن. أهلا بكم إلى فضاء حر. الحادثة التي تأتي بعد أكثر من 4 أعوام من إعلان السعودية تدخلها في اليمن تشير إلى أن كل هذه الحرب التي دمرت البلد وأهلها لم تكن مؤثرة على ميليشيا الحوثي إلا بالحد الأدنى، وهو ما يجعل من علامات الاستفهام الكثيرة المطروحة أمام أهداف السعودية بتدخلها في اليمن تكبر مع بقائها بدون إجابة. الحادثة تتزامن أيضاً مع حالة تصعيد إقليمي مع إيران، وهو ما يؤكد أن جماعة الحوثي لم تكن يوماً مشروعاً يمنياً بقدر ما كانت جزءاً من مشروع إيران الإقليمي. ذلك يدفع البعض للتأكيد على أنه لو كانت السعودية قد حسمت حربها في اليمن لما كانت مضطرة لخوض هذا الاختبار الذي يبدو أنه سيكون مكلفاً ومؤثراً في أي علاقة مع إيران. تبدو استراتيجية السعودية في اليمن مضطربة، فعلى الرغم من أنها قد لا تفضل وجود جماعة مسلحة ذات ارتباط إقليمي على حدودها الجنوبية، إلا أنها أيضا لا تفضل الكثير من الخيارات الأخرى. ما دلالات العملية وتأثيرها على العمليات العسكرية في اليمن؟ لماذا يبدو الحوثي أقوى في العام الرابع للحرب؟ وكيف يبدو مسار الحرب الآن؟ للنقاش سيكون معنا الخبير العسكري السعودي اللواء محمد قبيبان من الرياض ومن اسطنبول، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بكم ضيفي الكريمين، أطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد القبيبان. إذا بعد أكثر من 4 أعوام من التدخل السعودي في اليمن، ميليشيا الحوثي تستهدف عمق الأراضي السعودية بطائرات مسيرة، ما الذي كانت تفعله المملكة في اليمن خلال الأعوام الأربعة الماضية؟ سيادة اللواء، في الحقيقة هي معك، تسمعني؟ اي تفضل. اسمعك. مرحبا فيك مرة أخرى. على العموم يعني احنا خلينا نكون في إطار العملية الإرهابية التي تبنتها جماعة الحوثي باستهداف منشأتي نفط في كل من الدوادمي وعفيف. وصرح بذلك سمو نائب وزير الدفاع عفوا بانه لا زالت يعني الجماعات الحوثيه تأتمر بمفهومها العام لايران، ولذلك قامت باستهداف هذه المنشاه، والمراد منها او الغرض منها كان هنالك رساله ايرانيه عن طريق ادرعها في المنطقه باستهداف مواقع حساسه في المنطقه كما حصل في الفجيره، نظرا للضغوط الحاصله سياسيا او خلينا نقول لك استراتيجيا في المنطقه. كذلك صرح معالي السيد الجبير وزير الدوله للشؤون الخارجيه بانه ايضا هذه العمليه تاتي في اطار يعني العمليات الارهابيه التي تقوم بها ايران باستخدام اذرعها داخل المملكه. الذي حصل يعني مؤسف، ما كان ودنا انه يعني تصل أذرع الحوثي أن جاء من اليمن مباشرة، وهذا أنا لا وهذا أشك في الموضوع بأنها أتت عبر 800 كيلو، إنما هي أذرع، ولكن التحقيق لا زال مستمر في الموضوع. على العموم الحوثي تبناها، فهي معروف أنها جهة الحوثي. هذا التصعيد الخطير يعني أنا برأيي أنه يعني قطع كل سبل الحوار في مع التحالف من قبل الحوثيين. الآن الموضوع كما هو يعني شاهدتموه استهداف لمنشأة تهم أمن المملكة العربية السعودية الاقتصادي، أمن الإقليم الاقتصادي، الأمن العالمي الاقتصادي، ورأينا تبعاتها ماذا حدث في أسعار النفط وارتفعت إلى تقريبا 73 دولار. لذلك أنا كان باعتقادي أن ما قامت به قوات التحالف بردة فعل باستهداف خلينا نقول لك يعني وعمليات معينة، عمليات نوعية داخل صنعاء، كان هذا يعني ردة فعل على ما أنه قام به محاولة لاستهداف هذه المنشآت. الآن
تقدر تقول انه والله على حسب التقارير اللي صدرت انه يعني المنظمات الحقوقيه بدات تستنكر باستهداف مواقع مدنيه، نترحم على المدنيين الذين توفوا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم شهداء. ولكن ايضا انا باعتقادي ان هذا يعني اصبح تجاوز كبير من هذه الاذرع، خاصه انه يعني الوضع متأزم في المنطقه وراينا التهديدات المباشره من ايران بانه اذا تم تصفير الصادرات النفطيه سوف يتم استهداف يعني او سوف يقومون بعمل كذلك مضاد، بما هو معناه انه لن تمر اي ناقله نفط عبر مضيق هرمز. وارسل رسالتين في الفجيره وفي وسط المملكه العربيه السعوديه. نعم سيادة اللواء، طيب يعني إلى الآن أنا لم أعرف ما الذي كانت تفعله المملكة العربية في العربية السعودية في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية، يعني علي أجيب أو علي أجد إجابة في يعني عند ضيف الآخر دكتور عبد الباقي الشمسان الذي أسأله ذات السؤال المشترك بعد أربعة أعوام، أكثر من أربعة أعوام في الحقيقة من التدخل السعودي في اليمن، ميليشيات الحوثي قامت باستهداف العمق السعودي كما يقول الدكتور على بعد 800 كيلومتر من الحدود اليمنية بطائرات مسيرة، ما الذي كانت تفعله المملكة دكتور خلال أربع أعوام برأيك؟ أولا دعني أقول نحن لسنا أمام ذراع، نحن أمام دويلة أصبحت الآن موجودة في جغرافية صنعاء بفعل السياسات دول التحالف وتحديداً الإمارات والسعودية. نحن لا نتحدث عن ردة فعل، نحن نبحث عن استراتيجيات. أين استراتيجية السعودية؟ السعودية لها استراتيجية. الاستراتيجية كان قبل عشر تقريباً 2010 هناك دراسات تقول لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تواجه إيران إلا إذا كان هنالك وجود قناة لنقل المشتقات النفطية من منطقة الخليج إلى بحر العرب مرورا في منطقة المهرة. لكن وبالتالي كانوا الحديث عن مواجهة إيران حتى اللحظة المملكة العربية السعودية ودول التحالف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة لمواجهة إيران لأنها لابد من إيجاد هذه القناة في المهرة. ولهذا المملكة العربية السعودية استراتيجيتها منذ قبل الوحدة وبعد الوحدة تراقب الحقل السياسي والمجتمع اليمني، وقامت في 2011 بوأد الثورة اليمنية بالمبادرة الخليجية عندما جددت شرعية صالح، ثم في مرحلة لاحقة قامت بدعم الحوثيين بدخول عمران، غض الطرف عن ذلك حتى يخلق توازن بين الحوثيين وجماعة الإسلام السياسي. ثم بعد الانقلاب تدخلت السعودية واستدعت الإمارات، وإذا بها لا تقوم بتنفيذ ما أعلنت عنه ببيان عاصمة الحزم والأمل، بل قامت الإمارات العربية المتحدة بتقسيم الجغرافيا اليمنية بتأسيس كيانات عسكرية وميليشياوية بديلة ومنافسة للجيش الوطني. كل هذه العمليات وكل هذه هناك استراتيجية للسيطرة والبقاء في اليمن وليس سيطرة مواجهة إيران. الذي يريد مواجهة إيران المسألة في غاية الوضوح والسهولة، دعم السلطة الشرعية، إيجاد عاصمة مؤقتة، الحفاظ على الجغرافيا اليمنية، توحيد الجيش الوطني وإعادة الموانئ وسقطرى. وإذا أرادت السعودية إيجاد قناة رابطة بين الخليج العربي وبحر العرب، هذا يتم بالتوافق مع السلطة الشرعية. وإذا أرادت الإمارات أيضا مشروعا استثماريا للبقاء لاستغلال ميناء عدن، هذا يتم وفق الأطر الشرعية والدستورية. طيب. لكن نحن الآن لو سمحت، نحن اعطيني وقت متوازي. الآن نحن أمام استراتيجية، صراع استراتيجية بين السعودية والإمارات مختلف ومتباين، ولكنه متفق بإضعاف السلطة الشرعية وبعدم يعني حسم المعركة. ولهذا الحوثيين
لم يكتفوا فقط في الاستيلاء على الجيش الوطني، لم يمنحوا الحوثيين القوة الرمزية والحقيقية وأعطوهم فرصة لتغيير الذاكرة الجماعية، بحيث أصبح هناك الآن يعني جماعة عقائدية جديدة. الآن أعطوهم يعني الندية يعني جماعة ميليشياوية، الآن أصبحوا يتعاملوا نديا. سنأتي إلى تقييم ما وصل إليه الحوثيون الآن بعد هذه السنوات من الحرب، لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهنا أسألها أو أنقلها إلى ضيفي يعني سيادة اللواء القبيبان. تحدث الدكتور عبد الباقي شمسان أنه يجب ألا يكون هناك ردات فعل سيادة اللواء عند الحديث عن مواجهات مع ميليشيات الحوثي، يجب أن يكون هناك استراتيجيات واضحة يعني تدعم الأهداف التي انطلقت بناء عليها عمليات التحالف العربي، وهي أساسا عودة الشرعية إلى صنعاء. أين نحن من ذلك إلى الآن؟ في الحقيقة يعني في مغالطات كبيرة في حتى طرحك معليش استاذ، لكن ولا اقصد يعني شخصيا لانما هو بالفكرة. بين للسادة المشاهدين اذا هذا كلام يعني هذا كلام يعني غير صحيح، لكن خلينا اذهب معك بعيدا في الطرح الذي طرحته ونتحدث عن استراتيجية المملكة اساسا في تعاملها مع جيرانها والدول يعني ذات الحدود الطويلة يعني كاليمن وغيرها العراق والى اخره. لكن تتكلم لي على انه لا يوجد استراتيجيه، انا اعتقد انه هذا يعني تقليل فيما في المشهد باكمله. يعني حضره الضيف تكلم على نقاط عديده، الجيش الوطني، تكلم على اعاده الشرعيه، تكلم على دعم الشرعيه، تكلم على نقاط يعني انا ارى انه هذه النقاط هي صحيح جدا جوهريه، ولكن هنالك يعني وقفات حصلت اثناء هذا الصراع، وكان هذا وهذه الوقفات كانت اسباب يعني اسباب وجيهه لها بان يتوقف الصراع وان يعني يعاد تقييم الموقف. راينا في هنالك انا عم اتفق معكم في كذا مداخله معك وجيه بان هنالك اخفاقات من كل من جميع الاطراف. يعني لما نتكلم على مثلا الاستراتيجيه السياسيه وهي تقريبا هي اسباب نوعا ما في الاخفاق العسكري والاستراتيجيه السياسيه، هذا التضارب في حلقة يعني أقل من أسبوع إلى 10 أيام كنت مع حضرتكم هنا على القناة وتكلمنا على أنه ماذا يحدث في المناطق الجنوبية وأثره السلبي على المشهد السياسي بأكمله. يعني عندما تكلم السيد الجبواني وتكلم نائب وزير الداخلية وقاموا بيعني اتهامات واضحة إلى التحالف بأن هنالك أطماع وأن هنالك يعني رغبات لتقسيم اليمن وأن هنالك لا يوجد فعلا دعم لعودة الشرعية وإنما رغبة الشرعية بأن تبقى وأن يسيطر على الوضع، هذا كلام غير صحيح. يعني المشكلة تأتي واقعيا ومن الداخل، من الداخل اليمني بحد ذاته. يعني عندما اجتمع السيد الجبواني وعقدوا اجتماع وجاء وأتوا بكافة الأحزاب منهم الشيوعية منهم حزب الإخوان أو الإصلاح، يعني مجموعة أحزاب لا يحضرني الأسماء، وتم هنالك اجتماع في المناطق الجنوبية. يعني هذا بحد ذاته تصرف يخرج عما حصل مؤخرا فيما يخص البرلمان. يعني كنا نأمل من بعض أعضاء الحكومة بدعم البرلمان، وأنا كان أو شخصيا أنا كنت أتمنى أن البرلمان هذا يفعل حتى ينتقد الحكومة بصورة واقعية وفعلية لكي تتحرك الحكومة. أنا أقول لك أن الحكومة فقط الآن أصبحت في وضع متفرج، لذلك أخفق الوضع السياسي مما دفع الوضع العسكري إلى أنه لا يكون بالصورة المطلوبة. يعني لو نتكلم عن المناطق الشمالية كم مرة ذكرنا أن هنالك يعني أعداد كبيرة من الجنود في نهم وفي مناطق الشمال لم تتحرك ودعم لقواتها أو دعم القوات يعني فتح جبهات أخرى. رأينا أن هنالك توقف في العمليات العسكرية لأنه كل في المناطق الجنوبية يريد أن يقول أنا سيد الموقف وانتهى الوضع الى ان الضالع والبيضاء اصبحت الان تحت وطاه الحوثيين او بمعنى الاجزاء منها حتى وان كان هناك في مقاومه. لا يجب ان يحمل التحالف اكثر من طاقته، الاستراتيجيه موجوده ولكن هنالك اخفاقات سياسيه، الاخفاقات العسكريه خلينا نعكس اياها بتسهيل وسهل. يعني راينا الخطأ الكبير الذي قامت به التحالف والجيش الوطني انه تم ايقاف العمليات العسكريه في الحديده، لانه
الأربع سنوات ونحن نتحدث على أننا نقابل جماعة ليس لها مصداقية في أي محفل دبلوماسي. فما كان يجب أن نلتزم ولكن لظروف ما لنذهب بعيدا مع المجتمع الدولي. هذه التحديات أثرت على العملية الاستراتيجية برمتها. الموضوع الآخر اللي هو الموضوع الاقتصادي، يعني من أسباب إيقاف العمليات العسكرية، من الأسباب وليس السبب الرئيسي، اللي هو الحالة الإنسانية في اليمن. رأينا هذا الانحياز الواضح، وقبل شوي تتكلمون أن السيد راجح حبابي هاجم السيد جريفيث وهاجم الأمم المتحدة فيما يخص الانحياز الواضح للحوثيين، وهو واضح يعني للعيان بأن هنالك انحياز أدى إلى تغيير المسار وتغيير الاستراتيجية، ولا بد من التعامل معه. يعني ما يفعله الحكومة أو ما تفعله دول التحالف هو مع المتغيرات. طيب أنت أشرت إلى عدد من النقاط فيما يتعلق بدور الحكومة الشرعية بالداخل، وهذا ما أسأل فيه الدكتور عبد الباقي شمساني. يعني هناك الكثير ممن يستمر بإعطاء المملكة العربية السعودية النصائح وكأنها دولة لا تعرف شيء، وكأنها دولة ليس فيها مؤسسات في نهاية المطاف، وأنها غير قادرة على يعني التفكير بذاتها، فيما الوقائع تشير إلى أنها تدرك تفاصيل كثيرة، تدرك أيضا أن الحوثي ذاته قد يكون أداة لها في حال ضعفت، يعني في حال تم إضعاف إيران في لحظة من اللحظات. لذلك كما يرى كثيرون هي تنتظر نتيجة ما سيحدث للنظام الإيراني أولا، ثم يعني مسألة إقلاقها، يعني مسألة الحوثيين ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لها ولا ما يمثله لليمنيين. طيب لو سمحت أولا سأعلق بشكل سريع لاختبار الاستراتيجية السعودية. الدليل واضح، رئيس الجمهورية أربع سنوات ما زال في قصور الرياض والحكومة في فنادقها، البرلمان يعقد في سيون وليس في العاصمة المؤقتة، أيضا قصف المراكز الحيوية من قبل طائرات مسيرة في يعني تطلقها ميليشيات تنتمي للقرن الرابع عشر، هذا عنصر رئيسي. هذه مؤشرات النجاح، مؤشرات النجاح تدهور الشعب اليمني ويعني وإيجاد أكبر كارثة إنسانية. هذه أين الاستراتيجية؟ هذا عنصر أساسي. أما بالنسبة للداخل، عندما يتحدث عن الداخل، بعدين سأجاوب على سؤالك، عندما يتحدث عن الداخل، من الذي قسم الجغرافية الوطنية؟ من الذي قسم الهوية الوطنية؟ الإمارات العربية المتحدة وبسكوت ضمني من المملكة العربية السعودية. من الذي دعم المجلس الانتقابي الجنوبي الانفصالي؟ من الذي أعاق تحرك الحكومة في عدن؟ من الذي جعل الجماهير تفقد الثقة بالسلطة الشرعية في عدن وجعلها غير قادرة على إدارة الحياة اليومية؟ الإمارات. من الذي سيطر على يعني يعيق تصدير النفط والغاز اليمني من أجل إيجاد موارد تجعل الحكومة مستقلة؟ من الذي عطل ميناء عدن؟ من الذي عطل ميناء حضرموت؟ من الذي عطل ميناء المخا؟ أين هذه الاستراتيجية؟ هذا عنصر. العنصر أما الجواب عن سؤالك أنها تستعد لإيران، كيف يمكن لها هل أن تواجه إيران وخاصرتها أصبحت الآن هناك دويلة؟ أنا أتوقع خلال يعني شهور قليلة إعلان كيان مشابه للحوثيين في مناطق السعودية، بالتالي الآن أصبحت هذه الجماعة. ومن الذي يعني هذا لا يفقه ألف باء سياسة أو هم يفقهون؟ هل يعتبروا الحوثيين مشروع يمكن لهم أن يتوصلوا إلى سلام؟ لا يمكن. نحن ندرك ليست أذرع لإيران، هذه دويلة ومركز استراتيجي. السعودية هدف رئيس ليس لإيران، وبالتالي دعم الحوثيين أكثر أهمية من حزب الله. كيف يمكن لهم أن يتعاملوا بهذا الضعف الاستراتيجي إلا إذا كان هدفهم التحكم بالفاعلين السياسيين والسيطرة عليهم، بحيث يصبح مرتباتهم من السعودية يتحركون إلى عدن؟ البرلمان عقد بحماية سعودية، هل استعدتم عدن؟ إذن لم تستطيعوا عقد حتى جلسة في عدن، لم تستطيعوا توفير الأمن، أبناء المناطق الشمالية يطردون من المناطق الجنوبية. أين هذا النجاح والاستراتيجية؟ جيشنا الوطني في تخوم صنعاء، يعني حجرت يعني تم تركها وحيدة تعز محاصرة. هو يقول لماذا لا يتحرك الجيش الوطني؟ يعني هو أكثر من مرة يقول لماذا لا يتحرك الجيش الوطني؟ ما الذي يمنع الجيش الوطني؟ إذا تقدم
دون تصريح من السعودية تم قصفه، الجيش الوطني تم يعني جعل مرتباته ودعمه من دول التحالف، والمارب تحت حماية البتريوت السعودي، لماذا لا يتم يعني عودة السلطة وتمكينها من إدارة الموارد اليمنية؟ إذا كانوا يريدوا مواجهة إيران من المخجل لم يستطيعوا مواجهة ميليشيات إلا إذا كان هناك استراتيجية تقسيم اليمن، استراتيجية للسيطرة على منطقة المهرة. نحن أمام حرب الوكالة، الإمارات لها مطامح، عمان مسقط لها مطامح في المهرة، السعودية لها مطامح في المهرة منطقة الشرقية، والغرب أيضا له مطامح وله عودة إلى اليمن. بالتالي دعنا يعني هل نجاح الاستراتيجية السعودية رئيس الجمهورية في الرياض هذا غير ممكن؟ يعني هو تحدث عن وجود استراتيجية وعن متغيرات، وفي ذلك أسألك سيادة اللواء، يعني هل معقول أنه عندما وضعت السعودية استراتيجيتها فيما يتعلق بالحرب في اليمن لم تتوقع حدوث يعني انفصالات أو وقوع انشقاقات بداخل صف اليمني الواحد فيما يتعلق، وهي التي يعني وهي الخبيرة بالملف اليمني، ألم ترى أن هناك يعني من يمكن أن يخرج عن سلطة الحكومة الشرعية؟ ألم تكن هذه المتغيرات كلها التي تحدثت عنها أنها حدثت خلال السنوات الأربع الماضية في حسبانها عندما وضعت هذه الاستراتيجية عند دخولها في التحالف؟ بالتأكيد، وواضح حتى من التصرفات، أو خلينا نقول لك من هو صحيح الكلمة الصحيحة، التصرفات التي تقوم بها دول التحالف فيما يخص المتغيرات. يعني توضع الاستراتيجية، وحضرت خبير في هذه المواضيع، ومن ثم هنالك متغيرات ويتم التعامل معها. أنا لست خبيرا استراتيجيا في هذا الخصوص، أعطني أنت المعلومات. كيف؟ يعني أنا ليست عندي علم يعني بالخطط الاستراتيجية للدول. ما يخالف، خلي أقول لك. طيب معلش، الآن عندما يعني قامت دول التحالف ب يعني العمل العسكري ضد جماعة ميليشيات الحوثي، أولا الأوضاع في اليمن قبل 2015 كانت يعني واضحة سياسيا أن هنالك قد يكون زي ما تفضلت انشقاق داخلي، وقد تستغل بعض خلينا نقول لك المكونات أو بعض القوى السياسية، وتشتغل وتبدأ تفرض أجندتها على المشهد، وهذا ما حصل حاليا. يعني هذا ما حصل حاليا، وأدى إلى أنه هنالك المشهد جدا معقد، ويعني يحتاج إلى إعادة تقييم دائما بالضبط. يعني وأنا دائما أقول أنه لا توجد استراتيجية ثابتة، خاصة في ظل وجود دولة يعني لم يكن اليمن مستقرا بشكل تام إلا يعني في فترات بسيطة، وللأسف تحت يعني القمع وتحت الحديد والنار أيام صالح. نوعا ما كان هنالك استقرار، أنا شخصيا أسميه تدمير للبنية التحتية اليمنية وللمكون اليمني وللإنسان اليمني. انظر ما هي حالة اليمنيين بعد 30 سنة من حكم صالح وأعوانه. فما حصل، لا كان هنالك فعلا قراءة للمتغيرات الاستراتيجية. إذن أين الخلل؟ أين كان الخلل سيادة اليوم؟ استغلال، أنا أعطيك الخلل، سوء استغلال بعض المكونات والأحزاب السياسية في ظل هذه الظروف، وكل منهم أراد أن ينفرد بالسلطة، ورأينا ما حصل في المناطق الجنوبية. يعني في لقاء السيد الجبواني وضع النقاط على الحروف فيما يخص أن الأمارات أو الأمارات الشقيقة قامت بفرض أحزمة نارية، قامت بفرض إجراءات حاسمة، حتى الوزراء لا يدخل إلا بعد ما ياخذ له تصريح. والسبب ذكر السيد الجبواني، ويعني كان واضح في انه لو فلت الامر عن دولة الامارات او التحالف بمعنى صح، لا اصبحنا الان امام مكونات فوق ال 200 مكون في المناطق الجنوبية، وكل يريد ان يصبح هو الرئيس. لذلك لابد من فرض القوة، هذه من ضمن المتغيرات. يقول لي والله ما كان هنالك متوقع، لا يا سيدي، انا على الخدمة، من واجب كل رجل يعمل في حكومة أو في مؤسسة حتى في اليمن وحتى في أي الصومال، الآن رجل يعمل في مؤسسات ولها علاقة بالعلاقات الدولية لابد أن يحدث ما يراه من وقائع. فهنالك دراسات مستمرة، ولكن للأسف يعني أصبح بعدما تم تحرير المناطق الجنوبية
وذهبت معانا قوة عسكرية لتحرير الحديدة، فجأة يعني أصبح أن هنالك كل يعني يريد أن أو أصبح في إنه ما لا أقول تخاذل، ولكن لا أتوقع أن القوات يعني في المناطق الجنوبية لم تذهب بعيدا لدعم القوات لتحرير المناطق الشمالية. ورأينا أيضا هنالك نوعا من الإهمال، خلي أعطيك إياها واضح، نوعا من الإهمال في المناطق الشمالية، بغض النظر عما تحدثوا عن القادة العسكريين بأن والله كل ما أرادوا أن يتحركون والله يوقفهم التحالف. لا، هذا أنا أعتقد أن البلد حتى لو كان أي كان، لا، أنت اللي جبت قوات التحالف ولك السيطرة الكاملة. فيما يخص ما ذكر أو ما ذكرت حضرتك بأن مشروع الحوثي، بأن هذا المشروع قد يكون بديل، لم توفق يا أستاذ وجيه في هذا الطرح. وأنا أعتقد أنه يعني أي نقطة تقصد سيادة اللواء؟ عندما ذكرت بأن المملكة العربية السعودية سوف تتعامل، ورد عليك أستاذ عبد الباقي بأنه سوف تتعامل مستقبلا في حال إخفاق هذه الحكومة مع الحوثي. الحوثي ذو عقيدة كهنوتية سلالية، وما تعلمنا هذا الكلام إلا من حضراتكم، عقيدة تأتي على أنه قبل 1400 سنة أنا من أحفاد الرسول. أي أحفاد رسول؟ سربوت في كهوف صعدًا طلعت لنا أمس يقول لي أنا من أحفاد الرسول. لا، الجميع في اليمن وفي دول الخليج وفي العالم العربي متفق على أن هذه الجماعة تريد تقسيم العالم العربي. وطلعت أنا مع العديد من المحاورين وأقرأ وأشاهد تفكيرهم يصل إلى أبعد عن حدود اليمن، بل العكس، يروا بسيطرتهم وهيمنتهم على العالم الإسلامي. فكيف يعني يكون هذا الطرح من قبل يعني هو في نهاية المطاف تساؤل، هو في نهاية المطاف تساؤل ويمكن الرد عليه، وهناك شواهد في أن في نهاية المطاف السعودية دولة وستعمل وفقا لمصالحها أولا وأخيرا. أعود إليك دكتور عبد الباقي شمسان، يبدو أن الخلل في نهاية المطاف يمني، الفصائل السياسية اليمنية، القوى الفاعلة بداخل اليمن. انظر الآن في نهاية المطاف المحصلة رغم كل شيء، يعني في كل دولة هناك مصالح أجنبية، لابد أن تكون هناك حكومة تحقق مصلحة بلادها ومن ثم مصالح الأجنبية، لكن المشكلة أن الحكومة هذه الموجودة لم تستطع ذلك. الآن الحوثيون باتوا أقوى بالفعل كما يبدو لكثيرين، لماذا يحدث ذلك داخليا أتحدث؟ لو سمحت دعني أتحدث إليك بلغة تخطيط استراتيجي، والمسألة في غاية الوضوح. عندما يتم هنالك انقلاب، من المعترف أن يتم هناك عمليات إحلال للسلطة الشرعية. يأتي إحلال السلطة الشرعية بإيجاد جغرافية لها، وكان من المفترض أن تكون العاصمة المؤقتة عدن، ثم طالما أن هناك خلل في الجيش كان موالي لعلي عبد الله صالح وبعضه هناك ميليشيات، كان بالأحرى تعزيز جيش وطني ولاؤه للجمهورية اليمنية وعقيدته عقيدة وطنية تمكن السلطة الشرعية من إدارة الحياة اليومية للمواطنين من خدمات وتقديم نموذج في عدن ونموذج في المناطق المحررة، بحيث تشجع بقية المناطق للانضمام إلى السلطة الشرعية. ثم احتكار العنف الشرعي، بمعنى أن تكون السلطة هي التي يعني صاحبة السيادة وتدير المؤسسة الأمنية والقضائية، ولكن ليس إيجاد حزم أمني ونخبة شبوانية وسجون سرية واعتقالات وتصفية أئمة الجوامع وتعميم المذهب المدخلي في المناطق الجنوبية، والحزام الأمني يستهدف القصر الرئاسي ويستهدف الحرس الجمهوري والطائرات الإمارية تقصف الحرس الجمهوري. أي هذا حديث؟ دعنا نتحدث بموضوعية. هذه استراتيجية، هذه استراتيجية استعادة سلطة شرعية، استعابة. أين النموذج اللي تقدمه دول التحالف؟ كل نموذج هناك في تعثرات، يعني في نهاية المطاف لا تخلو أي حرب من أخطاء، لا تخلو أي حرب من إعادة تقييم. واللواء القبيبان يتحدث على أنه هناك تجري عمليات إعادة تقييم لمسار العمليات في اليمن. لو سمحت يعني دعنا من هذا إعادة تقييم، نحن أمام خلل بنيوي شديد، وأصبح الحوثيون في خاصرة المملكة لأنها تركت الإمارات تلعب في المناطق. الآن لدينا باليمن ما يسمى لا تستطيع تحشيد الجماهير خلف تطلعات وطنية موحدة. الآن هناك تطلعات أبناء المناطق الجنوبية وتطلعات أبناء المناطق الشمالية، وهناك تطلعات وحدوية، ولكن
هناك الآن جيش وميليشيات وعلم موازي. الآن هنالك تغيير في الذاكرة الوطنية لنشأ في المناطق تحت حماية الحوثيين. عندما نريد أن نقوم بتعبية جماهيرية فإننا سنجد صعوبة في التحشيد. ثم هنالك أيضا الجيش الوطني يتم تخفيض أو خفض منسوب معنوياته لأنه تم تسكينه في تخوم صنعاء ولم يتقدم باتجاه استعادة الجغرافيا. ثم المواطنين في بقية المناطق لا تثق بدول التحالف لأن النموذج في عدن غير مشجع لانضمام. النموذج في تعز هذا الحصار. هل دول التحالف التي ستواجه إيران لم تستطيع بكل قواتها أن تدعم الجيش الوطني لاجتثاث أو إضعاف الحوثيين وهم جماعة ليست دولة استولوا على الأسلحة؟ وبالتالي أنا أعتقد أن إذا كان هنالك استراتيجية حقيقية غير الاستراتيجية غير المعلنة الهادفة إلى الاستيلاء على مواقعنا الجيوستراتيجية والاستيلاء على مصالح ومنافع داخل الجغرافيا الوطنية وتقسيم البلد. الآن ما فعلته السعودية وهي القائدة اللي كانت قائدة الأمة الإسلامية وهي التي استدعت الإمارات، الآن رئيس الجمهورية لا يستطيع العودة إلى الداخل، لا يستطيع دول التحالف أن تحمي رئيس الجمهورية. أي حديث أن هل الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي هذا يعني غير مدعوم من الإمارات؟ هذا شيء واضح، دعم من الإمارات، السلاح من الإمارات، المدرعات من الإمارات، كل شيء يتم الآن استهداف الشعب اليمني. بالتالي الحديث عن على السعودية ألا تعيد التقييم، عليها أن تعلم أن ما قامت به خلال 4 سنوات لا يخدم الأمن القومي السعودي ولا العربي ولا الإسلامي. هي ولديهم تجارب، أصبحت الآن العراق مجالا إيرانيا وليس عربيا، سوريا ستصبح مجالا إيرانيا، لبنان أصبحت تحت هيمنة حزب الله، واليمن الأخطر أنها في خاصرتها، ولكن لن تكون اليمن مجالا إيرانيا فحسب إذا استمروا على هذا، بل سيكون هناك المنطقة الشرقية مجالا إيرانيا. عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ وأن يضعوا نحن نفهم في الاستراتيجيات. هناك الإحلال يحتاج إلى إعادة، ليس تقييم، إلى تغيير الاستراتيجية، ويمكن لهم الحصول والاستفادة من المواقع الاستراتيجية اليمنية وفقا للقوانين والدستور ومصالح الشعب اليمني ومصالحنا كدول عربية وإسلامية. طيب في هذا السياق أسألك سيادة اللواء، يعني يقول البعض أن السعودية لم تعد قادرة على مواصلة حربها في اليمن، على الأقل يقولون ما عادت متحمسة ذات الحماس التي كانت أثناء بداية عمليات عاصفة الحزم، والدليل أن هناك ما يحدث في المناطق الجنوبية على يعني على مناطق سيطرة أو نفوذ الإمارات، ولا تلقي أو لا تقوم السعودية ب يعني ما يلزم بشكل فعال ومعلن. هل يعني يبدو أنها كما يقولون تكتفي بإنشاء قوات وإنشاء مناطق آمنة على حدودها الجنوبية، قوامها جنود يمنيون لتستمر الحرب بداخل الجغرافيا اليمنية، هل هذا الخيار فعلا جيد بالنسبة للسعودية؟ لا، أساسا هذا الخيار لم يطرح ولم يفكر فيه القادة السياسيين، ولا أعتقد أنه من العقلانية بأنه يفكر يوم من الأيام بعدم استقرار اليمن ووحدة اليمن وعودة الشرعية ويعني عودة خروج هذه الجماعات، أو خلينا نجيبها بالمعنى صح، اقتصاد اليمن يعود إلى ما كان أفضل عليه من قبل 2011 حتى يعني يستمر استقرار اليمن. لأنه رأينا في حال عدم استقرار اليمن، ورأينا عندما قامت عاصفة الحزم اهتز العالم الإسلامي بأكمله. ليش؟ لأنه أنت تتكلم على منطقة جغرافية تطل على مضائق هامة، تطل على بحار ومياه إقليمية دولية، وتطل على مواقع جد حساسة. لذلك هذا مستبعد بأنه دول التحالف لا أو سوف ترضى بالأمر الواقع وحل وضع اليمن كأجزاء. لا، ليس هذا صحيح، والتاريخ يؤكد لنا. يعني أنا أقول لك شوف الآن ما يحدث في الدول سوريا مثلاً،
عندما كان هنالك تهاون من الدول العربيه، انظر الى الان ماذا حدث. خلاص بناهيك عن العراق، انه اصبح حاضنه ايرانيه، الان سوريا تقريبا 80% تحت السيطره الايرانيه، لذلك هذا لن يحصل في اليمن. هذا اولا. تقييم الاستراتيجي سيدي الفاضل، اليمن اذا لم يستقر لن تستقر الدول العربيه، وانا اقول لك حتى لو توصل الى المغرب. ليش؟ لانه اليمن مستهدف، وكانت احد الدول عفوا فيها الكلمه، بس هو سياسيا دول فاشله، وتم استغلالها من عام كم؟ من بدايه عام 2000 و2001 عندما تم التدخل من سواء القطريين سواء الايرانيين بدعم الحوثيين، ووصل الحال الى ما نحن عليه حتى قبل ظهور الخريف العربي. لذلك الاستراتيجيه في اليمن لن تكون الا كخط بالبنط العريض، يجب استقرار اليمن. الاهداف تاتي تباعا. الان هل نفذت كافه الاهداف لكي تنجح الاستراتيجيه؟ لا، في هنالك اخفاقات، بما معناه انه اثناء سير العمليه السياسيه والله لم يوضع في الحسبان، وهذا يعني انا ما احمل الحكومه اليمنيه كل شيء، الا انه برضو لا زال جزء كبير على اليمنيين انفسهم اصحاب الاحزاب ان يتركوا عنهم السلطويه والنزعه السلطويه، ويتجهون جميعا الى محاربه هذه الجماعه وقطع الاذرع الايرانيه. هذه من ضمن الاهداف التي تسمى يعني خلينا نعمل تحت مظله واحده. ايضا كذلك راينا ان هنالك فعلا تقاعس كبير من الجيش الوطني، واضح في المناطق الشماليه، يعني شيء مخجل بصراحه. الجيش الوطني الحجور لهم ما بذلك عليها لك اربع شهور لك سنتين لم تتحرك، وراينا انهم ينتظرون القوات من الجنوب تاتي لتحرر مناطقهم. هذا غير صحيح، يعني هذا صراحه شيء لم اتوقع ان يكون يوم من الايام، ولكن ظروف حكمت. ولذلك انا اطلب دائما المتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه يشرح لنا، وان ظهر فهو يظهر بنوعا من الدبلوماسيه. هذه احد الاهداف. الاهداف الاخرى تكاتف الشعب اليمني، اي نعم يربحون تحت الخط او مشاكل اقتصاديه صعبه نظرا للظروف التي حاصله هي الان، ولكن راينا من هنالك ايضا يحاول ان يشق الصف اليمني بعوده الاحزاب، والاحزاب التي هي راينا ما يحدث في صعده، وراينا عفوا في تعز، وراينا ما يحدث في المناطق الشماليه، كل من يقول انا بحرر منطقتي وليس لي في المناطق الاخرى امر، وهذه مصيبه كبرى. هذه من ضمن الاهداف ايضا، لم تتوفق كل الاهداف. فيما يخص الاستراتيجيه واحده، استقرار اليمن وعوده اليمن او خروج الاذرع الايرانيه من اليمن باسرع ما يمكن. اما فيما يخص التهاون يا استاذ وديه، انا لا اعتقد يعني هنالك دماء تقدم لليمن، اترك الدعم الاقتصادي، هنالك دماء وهنالك يعني جهد جبار خادم الحرمين الشريفين وكافة الزعماء العرب دائما وابدا يتحدثون في المحافل الدوليه، واعتقد انهم لابد ان يثبتوا لشعوبهم، وها هم يفعلون ذلك، ان اليمن يجب ان يعود مستقر. فبصوره عامه الاستراتيجيه واضحه، الاهداف في بعض الاهداف انجزت، وبعض الاهداف تم الاخفاق او اخفق العمل فيها، والاسباب واضحه. الان نذهب بعيدا، لنذهب ونرى ماذا يحدث مستقبلا. هذه المتغيرات التي هي في المنطقه هي فرصه لدول التحالف، انا اقول لك هي فرصه لدول التحالف والاخوه في اليمن لتدمير الحوثي، لانه خلاص يعني الان ايران لا تستطيع ان تتنفس، يعني بعد حادث الفجيره لاول مره ايران يحدث منها انها شجبت واستنكرت حادث حصل الفجيره، لانه تحت ضغط وضغط يعني رهيب، واصبح الان اسف لما يحدث للشعب الايراني، ولكن اعتقد ان هذا النظام لابد ان يزاح. يعني انا ما اقول لك انه حيصير حرب، ما نبي الحرب، احنا ما نبي الحرب، حتى اعداد مسرح المنطقه لم يعد لنشوب حرب، حتى الاعداد التعاوني في ظل مظله امميه لم يحدث. ما تريدون اذا السلام؟ طيب. انما هي فرصه، لا دقيقة، بس هي فرصة لا تفوت لقادة التحالف وللدول العربية للذهاب بعيدا والضغط على هذا النظام الذي يعني عسى
في الدول العربية فساد. طيب أنتقل إليك دكتور عبد الباقي، يعني تفضل سيادة اللواء بالقول على أنه من غير المنطقي أن يعني تتهم السعودية بأنها لا تبالي بأنها لا تريد استقرارا في اليمن، وهي التي تدفع في نهاية المطاف كلفة كبيرة في سياق عمليات التحالف في الأراضي اليمنية. هناك خسائر مالية، هناك خسائر أيضا على صعيد سمعتها في على الصعيد الدولي أيضا. إذن كيف يمكن الحديث على أنها لا تعبأ في اليمن؟ وكذلك هناك كما يقول فرصة الآن للحكومة الشرعية للتحالف بشكل عام، لأن إيران باتت مهزوزة الآن أكثر من أي وقت مضى، ما رأيك؟ الحديث عن إيران مهزوزة هذا حديث يعني غير عقلاني وعاطفي. إيران أصبحت الآن تسيطر على 4 عواصم، الحصار لن يؤثر فيها، هي الحوثيين لديهم من الأسلحة ومن الاكتفاء الذاتي ومن المال المنعوب، وقادرين أن يفتحوا جبهات في توقيت حتى مهاجمة إيران. هناك العراق مجالا إيرانيا، الحوثيين مجالا إيرانيا أيضا، وحزب الله في لبنان. وبالتالي الحديث أنها مخنوقة ومحاصرة، الغرب لن يقصف إيران ولن يدمر إيران، الغرب يريد إيران أن تكون في مواجهة المنطقة لتصبح إسرائيل حليف. بالتالي هذا حديث غير استراتيجي، هذا حديث عاطفي. الحديث الحقيقي والمنطقي عندما يقول أن إيران شجبت القصف، أو إيران تظهر خلاف ما تبطن، وشعارها هي تقول الموت لأمريكا وهي تموت في أمريكا، هذا معروف ليس بجديد. بالتالي الذي يعتمد على الخطاب الإيراني يعني لم يتعلم بعد أبجدية السياسة. إيران واضحة في هذا الحديث، واضح. مشكلة السعودية الإمارات وما تحدثها في الجنوب وليس إيران. إذا أرادت اجتثاث الحوثيين عليها أن تعيد السلطة للداخل. الحديث أن جيشنا الوطني لم يتقدم، نحن نعلم أن قرار التقدم والوقوف قرارا سعوديا وتحالفيا، وبالتالي الجيش يحتاج إلى دعم. إذن عيدوا رئيسنا إلى الداخل. يعني هل من مصلحة المملكة العربية السعودية دكتور أن يعني تؤثر على سمعتها الدولية، على أن تخسر بشكل أكبر اقتصاديا في هذه الحرب؟ هي حسبتها أنها ستؤجل المعركة حتى يتم السيطرة على الفاعلين السياسيين والاستيلاء على مواقع استراتيجية، هذا الإمارات والسعودية، والاستيلاء وكذلك إعادة تشكيل الجغرافيا الوطنية، ومن ثم ستعيد سلطة موالية لها. ولكن الظروف الدولية والمخطط الغربي الذي يريد استنزاف السعودية طول في المعارك، لذلك المجتمع الدولي لن يعطي فرصة للدول التحالف وسط الشرعية من القضاء على الحوثيين، لأنه يريد الحفاظ عليهم. كل هذه الأموال وكل هذه المليارات والمجتمع الدولي يحافظ على الحوثيين، هم يدركون ذلك. وإذا كانت السعودية تعتقد أن الحوثيين سيذهبون للتسوية أو أنهم سيذهبون إلى تسليم السلطة أو السلاح، فهذا نوع من الجنون، ربما يعني أنهم لم يستوعبوا. نحن أمام جماعة تريد العودة إلى السلطة، جماعة لها الآن مرجعية عقائدية، جماعة لن تترك السلطة والسلاح. بالتالي إذا كان خيارها ما زال يتزاوج بين يعني دعم بعض المعارك وردة فعل على الطيران، عليها أولا. أنا أعتقد أن الخلل أن يمكن للسعودية أن تكون شريكا للشعب اليمني في مصالح استراتيجية، ولكن ليس بإضعاف السلطة ولا بإيجاد السيطرة على المهرة ولا على حساب شعبنا اليمني. الإمارات نعم دكتور تقوم بتفجير الجغرافيا اليمنية، تقوم بتشضيئة الهوية الوطنية، تقوم بإضعاف السلطة. إذا كانوا جادين عليهم أن تعود السلطة إلى الداخل والبرلمان إلى الداخل، وإذا كان هناك إعادة طروحات لشكل الدولة اليمنية يقرره الشعب اليمني. شكرا. وهناك مخرجة حوار. نعم دكتور، إذن أشكرك. نعم.
أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، وكذا الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان كان معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.